انضم إلينا الآن من القاهرة الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. بعد تحية أستاذ أشرف، من خلال متابعتك لهذه الكلمة والمؤتمر الصحفي لبنيامين نتنياهو، هو تحدث في كثير من الأمور، حاول بشكل كبير أن يبرر موقفه في مواجهة المعارضة الداخلية الشديدة التي يواجهها. إلى أي درجة تعتقد أنه نجح في تبرير هذا الموقف أستاذ أشرف؟ هل هو مازال مصر بهذه الدرجة ويسير ويمضي قدما في نفس السياسة على الرغم من كل ما يواجهه في الشارع الإسرائيلي؟ يعني أولا تحياتي لك أستاذ ياسر، وتحياتي للسادة مشاهدي القاهرة الإخبارية. بالتأكيد نتنياهو لم يأتي بجديد. نتنياهو كل ما كان يقوله في الأيام السابقة هو ما قام بتجميعه اليوم. نتنياهو ما زال يحاول أن يبرر يعني إخفاق 7 أكتوبر، ويحاول أن يقنع الناس أنه هو لم يكن له دور وحكومته لم يكن لها دور، وأنه الأسلحة كانت تدخل غزة عن طريق محور فيلادلفيا. وهذا كلام يعني يتنافى مع ما كان يتباهى به نتنياهو طوال السنوات الماضية، أنه يحافظ على الانقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية. وأيضا يعني الكل يشهد على أنه نتنياهو بموافقة شخصية كان يسمح بدخول الأموال إلى حماس. كان السفير محمد العمادي يدخل بحقيبة الدولارات بشكل شهري، وأيضا كانت حماس تقوم بشكل معلن وبشكل شبه يومي بتجربة الصواريخ في اتجاه البحر، يعني تحت نظر ومراقبة إسرائيل. الأسلحة الكل يعلم أنه جانب كبير منها كان يأتي عن طريق البحر، كانت بعض السفن التي تنتمي لإيران وغيرها تقوم بإلقاء الأسلحة في البحر ويقوم الصيادين بجلبها لغزة. ولكن الآن يحاول المسؤولية لمصر ولمحور فيلادلفيا. فيلادلفيا يعني والأنفاق بدأ أثناء وجود حكم إسرائيل لغزة، الأنفاق بدأت في ظل الوجود الإسرائيلي، وعندما استمرت أضرت بمصر، ومع ثورة 25 يناير وبعدها ثورة 30 يونيو يعني مصر بذلت مجهود جبارا للقضاء على هذه الأنفاق التي أضرت بالأمن المصري، وتم يعني تهريب الإرهابيين عن طريقها، وتم تهريب الأسلحة عن طريقها، فأقامت منطقة عازلة أجلت يعني آلاف السكان من المصريين حتى تضمن ألا تستمر هذه الأنفاق. وبالتالي هو يعلم ذلك. لماذا لم يكن نتنياهو يوجه انتقادات بأنه محور فيلادلفيا والأنفاق تعمل قبل 7 أكتوبر؟ الآن فقط هو تذكر أنه هذه الأنفاق كانت تعمل. هذا كلام غير حقيقي، والكل في إسرائيل يدرك هذا، والكل يدرك أنه نتنياهو الآن فقط يحاول أن طيب أستاذ أشرف لو سمحت تتحرك قليلا حتى يتضح الصوت لاستمرار العدوان. نعم. طيب إذا سمحت أستاذ أشرف، يعني من مجمل ما تحدث عنه نتنياهو، وكما أشرت حضرتك هو يعني أستاذ في مسألة تسويق الأكاذيب، يعني فيما يتصل بأنه يعني الأسلحة كانت تدخل من خلال هذا المحور، هو يصر على البقاء في هذا المكان بشكل واضح جدا. لماذا هذا الإصرار برأيك؟ هي مسألة رمزية أنه يعني يحاصر الفلسطينيين من كل الاتجاهات. نحن نعلم الآن أنه تم تجريف شمال غزة، منطقتي بيت خانون وبيت لاهية، وهناك مخطط لتحويلهما إلى منطقة صناعية ومنطقة زراعية، وتم تجريف شرق غزة لمسافة كبيرة، وتم يعني إنشاء محور للتكريم في وسط غزة، والآن يتم تجريف أجزاء من رفح ومحور فيلادلفيا.
حتى يكون الفلسطينيون محاصرون من كل الاتجاهات، خاصة الاتجاه الغربي هو البحر، وإسرائيل تسيطر على البحر. هو يريد أن يرسل رسالة أنه استطاع أن يضع الفلسطينيين جميعا داخل معتقل اسمه غزة، وأنهم محاصرون من كل الاتجاهات، وأن الطائرات المسيرة تتحرك 24 ساعة في الجو وتصطاد الناس في الشوارع، كما أنه يعني الآن استحدثوا فكرة أبراج عالية تنشأ في المناطق الحيوية في غزة، فوق رأس هذه الأبراج توجد كاميرات وتوجد رشاشات آلية، وبالتالي يستطيعوا أن يعاقبوا بدون أن تتحرك دبابة واحدة أو مدرعة واحدة الفلسطينيون في بيوتهم وشوارعهم. هو يريد أن يكمل هذه الصورة، هو يريد أن يكمل صورة نتنياهو الجديد، نتنياهو القوي، نتنياهو الذي لا يتعامل مع أعدائه يحاربهم، وهذه هي الصورة التي يسعى نتنياهو، الذي كان دائما وأبدا متهما بالتراخي إزاء حماس، وكثيرا ما استقال وزراء من أحزاب أخرى مثل نفتالي بنت استقال من حكومته، وليبرمان استقال من حكومته لأنهم كانوا يعتبرونه يعني مرن. في هذه النقطة أستاذ أشرف، هو تحدث عن الآخرين، وصفهم بالأعداء، وقال أنهم مخطئون إن تصوروا أنهم يمكن أن يلعبوا على وتر الخلاف الداخلي في إسرائيل، بمعنى أنه ما زال يعول على الترابط الداخلي، في حين أنه المشهد في حقيقته يشي ويظهر الخلاف الشديد في الداخل الإسرائيلي. يعني هنا يجب أن نقف كثيرا عند هذه النقطة. للأسف نحن منذ البداية يعني ننتظر أن يؤدي الخلاف الداخلي إلى إسقاط حكومة نتنياهو أو إلى القضاء على اليمين الإسرائيلي، وهو لم يحدث بالمناسبة حتى اللحظة. وهو لم يحدث، بل بالعكس كلما ازداد هذا الخلاف كلما فوجئنا بضربات عنيفة من إسرائيل إزاء الفلسطينيين. ما هو تفسيرك يا أستاذ أشرف؟ يعني نتنياهو دمان لا يعرف هذا الشخص، هو واحد من أخطر رؤساء الوزراء ربما في تاريخ البشرية، هو الرجل الذي استطاع الصمود في مواجهة كل ما واجهه من مشكلات. نتنياهو هو الرجل الذي انقلب على كل حلفائه في كل مرحلة من المراحل، دمر كل السياسيين الذين واجهوه، وعندما حدثت 7 أكتوبر اعتبر الكل أن هذه نهاية نتنياهو. أول استطلاعات الرأي بعد 7 أكتوبر كان حزب معسكر الدولة برئاسة بيني جينيتس يعني سيحصل على 42 مقعد مقابل 16 مقعد للليكود. اليوم الليكود 23 ومعسكر الدولة 21. بيني جينيتس كان على رأس المرشحين لرئاسة الوزراء حسب الاستطلاعات. اليوم نتنياهو عاد مرة أخرى، لأنه هو هذا الرجل الذي يخطط دائما ويتآمر ويسقط الجميع في خلافات داخلية، وكثيرا ما تسبب في تفتيت أحزاب حتى يصبح حزبه هو الموجود. وبالتالي فمسألة الخلافات الداخلية في هذه في إسرائيل حقيقة أنه منذ الكنيسة الأول في إسرائيل، منذ أول انتخابات كنيسة عام 46 لم يحصل حزب واحد على أغلبية مطلقة، وهذا ما لم يحدث في العالم أجمع دائما. طب وأبدا إذن يا أستاذ أشرف، ما هو المتغير الذي يعني يمكن أن يحدث إذن ويحدث يعني تغيير واضح في المشهد في إسرائيل؟ المسألة البسيطة ببساطة هو الضغط الخارجي، هو الضغط الأمريكي. إسرائيل هذا هو يعني هو بمناسبة الضغط الأمريكي، هو يقول أنه لا يصدق أنه مثلا رئيس الأمريكي جو بايدن قال ما قاله فيما يتصل بأنه نتنياهو لا يبذل الجهد المطلوب حتى يتم الوصول إلى اتفاق. هو لا يصدق هذا الكلام، على الرغم أنه كلام معلن وواضح جدا وجاء على لسان الرئيس الأمريكي، يعني حتى هذا لا يمثل الضغط عليه. يعني هو يقول كلام من باب العشم ومن باب استغلال يعني الوضع الانتخابي في أمريكا،
لكن في النهاية إن كان هناك رئيس أمريكي قوي أو كانت هناك إرادة ستجبر نتنياهو على الامتثال. نتنياهو الذي يعني تسعى وراءه محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ولا ينفذ قرارات مجلس الأمن ولا ينفذ قرارات الأمم المتحدة ويعمل على تفكيك منظمة دولية هي الأونروا، لا يستطيع أن يحمي نفسه في هذه الملفات. من يحميه هو أمريكا وهو الرئيس الأمريكي، وهو يعني الآن أمريكا تحتاج إلى الهدوء، تحتاج إلى إيقاف هذه المقتلة. يعني ربما كانت شخصية كامالا هاريس أكثر تصميما من الرئيس بايدن في هذا الاتجاه، ولذلك هو يحاول أن يتلاعب بالمشاعر ويحاول أن يظهر أنه يشعر بالضيق والغضب وما إلى ذلك. لكن في ظل الكلام الذي ظهر اليومين الماضيين أن أمريكا ستعطي مهلة للطرفين وأنها ستقدم لهما يعني مشروع نهائي وكامل لإبرام صفقة، فأعتقد أنه لو كان هناك ضغط أمريكي حقيقي سيجبر نتنياهو على إيقاف هذه المقتلة وإيقاف الحرب والانسحاب من محور فيلادلفيا، لأنه عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا هو أمر يزعج الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، لأنه يخالف الاتفاق الدولية ولأنه ينافي حقيقة. وسبق أن خرج يوف جالنت وزير الدفاع وقال أن مصر أغلقت الأنفاق وأن الأنفاق الموجودة هي أنفاق لها فتحات في جانب واحد هو الجانب الفلسطيني. بالمناسبة أستاذ أشرف، فيما تصل بالموقف المصري هو واضح ومعلن جدا فيما تصل بمحور فيلادلفيا، يعني لا تراجع عن الاتفاق أو الإطار الدولي الذي يحكم هذه المنطقة فيما يتصل بالعلاقات المصرية الإسرائيلية. يعني إصرار نتنياهو على البقاء يعني خرق معاهدة السلام، وبالتالي يعطي مصر الحق أن تفعل ما تشاء في سيناء، وبالتالي هذا بالنسبة للجيش الإسرائيلي وبالنسبة للولايات المتحدة وغيرها هذا خطأ كبير، ولا يجب ترك نتنياهو مستمرا فيه. نتنياهو لو هناك يعني ضغوط أمريكية حقيقية سيتوقف عن كل هذه الحماقة، وهناك بدائل يمكن أن تكون لوجود قوات الاحتلال على المحور، وهو وجود مجسات وأجهزة وكاميرات مراقبة وغيره، رغم أننا لا نحتاج هذه الأمور لأننا تضررنا بالفعل من هذا المحور وأغلقناه تماما لأنه كان سبب في مشاكلنا نحن وليس مشاكل إسرائيل، أو مشاكل لنا وليس مشاكل إسرائيل. فأعتقد أنه هذه القصة يعني الآن الكرة في الملعب الأمريكي للضغط بشكل حقيقي على إسرائيل.